ما هو الإيمان؟ إيمان. الإيمان لابد في تعريف الإيمان من ضوابط خمسة. إيمان أما أركان الإيمان فهي ستة. تعريف الإيمان ما هو الإيمان؟ هو قول باللسان لابد أن تتكلم بهذا بالإيمان بلسانك. ولابد هذا الذي تقول بلسانك لابد أن الباطن أن القلب يوافق الظاهر الباطن. هاي من ترم تاني جي نن بيت سم داي ربا يين لاي كي جد ربا يين تطول سكول نو اوي دان موت يين باني جي ولابد أن تعمل بهذا. هاي من ترم تاني بنو كي جام باي ترو يين أنوات فيه تعمل بقلبك كي يين أنوات نن جد ربا يين وتعمل بجوارحك كأن تصلي مثلا. هاي يين ترو أنوات نن اوي جيبا ربا يين سيم سيد دو جي يين سمباه يان. والإيمان يزيد وينقص. هاي إيمان نوتيت كي مين لان ركوت ننجح. أركان الإيمان ستة. ركن إيمان كمين برموي.